على كده بقى. تفضل عرف نفسك. انا اسمي المواطن الدكتور منير سعد، وبقدم نفسي للسيد رئيس الجمهورية المرشح كأكون نائب له عند نجاحه في الانتخابات، وبقترح ان احنا سوا نخش على نفس التذكرة عشان انا كمان عندي قادر اثر على الانتخابات، عندي من يدعموني، بس ده مش سبب ان انا واقف فيه هنا. انا واقف هنا عشان اعدد المواطنين المصريين اللي واقفين كاتبين بالعربي والعبري ده زي ما انت شايف. واللي حصل المرة دي ان هو مش حاجة جديدة، لكن ان احنا استيقظنا. ده نتيجة للثورة المصرية، نتيجة الثورة المصرية متواجدين النهاردة، عشان ده بيحصل لمدة 30 سنة وبيعتموا عليه. دلوقتي النهاردة الناس فتحت وما يقدروش يعتموا على دي. احد مكاسب الثورة، دي احد مكاسب الثورة. ودلوقتي المشير طنطاوي عنده فرصة من ذهب، عشان دلوقتي بيكرروا تاني الفرصة اللي جات له يوم 25 يناير واختفت وجات له تاني النهاردة، فلازم يصلوا. وبعدين احنا مش موافقين على حكاية سحب السفرة، ومش موافقين على حكاية الغاء الاتفاقيات. احنا لازم نحترم الامن القومي بتاع مصر، ويكون رد فعلنا مع اسرائيل حازم وصارم. انا ما بقولش نقوم حرب ضد اسرائيل، بس احنا عندنا الغاز، عندنا وسائل قانونيه كتيره هتخليهم تحسوا ان احنا دوله عظمى، احنا شعب ذكي. شكرا شكرا. تفطر النهارده اظن اول مره يوم في رمضان النهارده قدام السفاره. الحمد لله ربنا بس يدومها ان شاء الله. اتفضل عرف نفسك. لا اسمي محمد دادا، تاني يوم قدام السفاره الاسرائيليه. وبما اني شغال في وزاره الخارجيه بشكو ما حدث مع الضباط بتوعنا، وباي فلسطيني واي عربي يموت على يد اسرائيلي. مش عايز حد يموت على ايديهم. عشان مش هطلعك على الفطار. لا بسم الله اتفضل معايا. اتفضل استاذ عرف نفسك. رفعت عبد الحكيم. رفعت، ايه الفطار طعمه ايه النهارده؟ طعمه احلى فطار في الدنيا. ان شاء الله مستمرين في الاعتصام الى حين طرد السفير الاسرائيلي من مصر، ورجوع السفير المصري من اسرائيل، وتنكيس العلم الاسرائيلي من فوق ارض النيل. ان شاء الله. ان شاء الله. معلش هعطلك على الفطار. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. اول يوم باجمل يوم، واجمل يوم في رمضان بنقضينا. سحور جميل قدام السفاره الصهيونيه. مطالبنا هنا النهارده اسقاط العلم الصهيوني، طرد السفير الصهيوني، سحب السفير المصري، قطع علاقاتنا مع اسرائيل، سحب اتفاقياتنا مع اسرائيل، واحنا مع شعب فلسطين ايد واحده. بنقول لكم يا غزه يا فتح يا حماس، كلنا معاكم هنا بنروح الدم لاخر لحظه. رمضان كريم. شكرا شكرا شكرا. هسيبكم تفطروا بقى ونكمل الفطار. ويلا كمل فطارك يا باشا، شد حيلك كده عشان الليله هتبقى طويله النهارده ان شاء الله. احنا قاعدين اهو ورانا حاجه. ماشي ان شاء الله ربنا ينصرنا بالرب العالمين.